في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين، وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين في زيارة تستمر ليوم الأحد، حيث ستجتمع بمسؤولين صينيين. وخلال زيارتها بكين، ستبحث وزيرة الخزانة مع أعضاء بالحكومة الصينية أهمية أن يدير البلدان العلاقة بينهما بطريقة مسؤولة باعتبارهما الاقتصادين الرائدين في العالم حسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية. كما تعتزم إيلين التشديد على ضرورة التواصل الفوري بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وتخفيف العبء الديون عن البلدان النامية. من بكين ينضم إلينا السيد نادر رونج، الكاتب الصحفي في مجموعة الصين للإعلام. أهلا بك سيد نادر. سيد نادر، مع دخول الصين والولايات المتحدة في دائرة العقوبات المتبادلة، هل يدرك هنا أكبر اقتصادين مدى أثره على العالم؟ أهلا ومرحبا بكم. فمن جانب الصيني، الصين تريد إدراك الولايات المتحدة، كذلك أن العلاقات الصينية الأمريكية مهمة جدا. فقبول الصين هذه الزيارة في ظل المواقف الأمريكية المعادية للصين هو كان من أجل الحفاظ على قنوات التواصل وكذلك الاستقرار للعلاقتين بين، وكذلك المساهمة في التنمية والسلام والاستقرار في العالم. لأن ترى الصين أن العلاقات الصينية الأمريكية يعني مهمة جدا، وأي حرب تجارية والاقتصادية وحتى المواجهة المباشرة سيترك أضرارا جسيما على العالم كله. طيب سيد نادر، لماذا الخلافات الصينية الأمريكية في تزايد؟ وهل يمكن إيجاد أرضية مشتركة بدلا من خطوات إبقاء الاتصال مفتوحة بينهما؟ أعتقد أن هذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الصين يعني أكبر تحديا جيوسياسيا لها، ودائما تقوم بكل ما وسعها من أجل احتواء الصين للتطور. فهناك يعني قلق وخوف لدى الجانب الأمريكي يعني فقدان هيمنتها على العالم، وكذلك الخوف من تطور من الصين. لذلك الصين أكدت مرارا وتكرارا أن الصين تتمسك بسياسة تنمية سلمية ولا تريد يعني تبديل الولايات المتحدة في رئاسة العالم، وكذلك تريد أن تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وكذلك مواجهة التحديات المشتركة للبشرية. فالعلاقات الصينية الأمريكية، الصين دائما تتعامل معها بمواقف يعني احترام المتبادل والتعايش السلمي، وكذلك التعاون وفوز مشترك. فلذلك الصين تأمل من الولايات المتحدة تغيير موقفها تجاه الصين والقيام بمزيد من التعاون بدلا من المواجهات، والمزيد من الوحدة والتضامن بدلا من المواجهات. جيد. على وقع السيد نادر زيارة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين، هل الخلافات هنا بين أكبر اقتصادين في العالم هي خلافات أيديولوجية أم خلافات اقتصادية؟ وأيضا يعني ما المنتظر من زيارة يلين في هذا الجانب؟ أعتقد هناك ما يتعلق بالأيديولوجيات. فالولايات المتحدة دائما تريد أن تفرض يعني آرائها وأيديولوجياتها على الصين، ولكن الصين أكدت يجب على كل دولة احترام الآخر في خلال يعني اختلاف النظم السياسية والثقافة، ويجب الاحترام الكافي، وكذلك يعني عدم تجاهل المطالب أي جانب من الجانب الآخر. فلذلك فيجب التعامل على يعني مساواة والاحترام المتبادل، وليس يعني الهيمنة وال يعني غير التصرف يعني إجبار الآخر
من على فعل أو تحركات معينة. فلذلك وكذلك المشاكل الاقتصادية وغيرها، كل ذلك ترجع إلى أسباب أن الولايات المتحدة تريد احتواء الصين وتريد يعني الحفاظ على هيمنتها على العالم. ولكن أكد الصين يجب أن العالم كبيرة يمكن استيعاب التطور المشترك واستهداف المشترك لكلا الولايات المتحدة والصين، فيجب على الدولتين تحويل يعني القيام بالتعاون بدلا من المواجهات. شكرا لك من بكين السيد نادر رونجا الكاتب الصحفي في مجموعة الصين للإعلام.